الحلقة 17 في تفسير جزء عامة، والثانية في تفسير سورة التكوير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في 12 علامة بيدلوا من أهوال يوم القيامة، أما يشوفهم الإنسان يعرف أن بدأ الحساب. عن بدأنا في الأربعة اللي بعد الحساب، أول علامة أن الصحف نشرت، كل واحد أخذ كتابه، في كل صغيرة وكبيرة اتحاسب عليها. طيب بعد ما ياخد الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يتقال له كده اقرأ كتابك. طب ما يقرأ كتابه الكافر إلاوي والعاصي، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتاب دوت بيبقى بعد الحساب كل واحد بيمسك كتابه. طيب بعد ما الناس تاخد كتبها وتتساقط، يبصوا في السماء موضع سقوط الكتب، يلاقوا السماء بتتشال كلها، كانت أبواب بدأت تتشال كلها السماء. وإذا السماء قشطت أزيلت كما يقشى الإهاب عن الذبيحة، وإذا الجحيم سعرت، وإذا نار الجحيم أوقدت فزاد حرها. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك: قربت إلى أهلها، وأزلفت الجنة للمتقين. طب ليه النار جت الأول؟ لأن أنت ما تقدرش تخش النار غير ما تعدي، ما تخشش الجنة غير ما النار تعدي على النار الأول. الكافر بيخش في أبواب النار ويدخل جوه النار ويتعذب، والمؤمن بيعدي على ظهر النار على الصراط أدق من السيف وأرفع من الشعر، أرفع من الشعر، أرفع من يعني أحد من السيف وأرفع من الشعر. فعشان كده النار بتيجي بتبقى موجودة في هي الأقرب. طيب إيه اللي يحصل بقى لما نلاقي 12 علامة دول؟ علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما قد أحضرت، حد جابت خير ولا جابت شر. ناس ياما بتعمل أعمال خير وتروح تلاقيها في ميزان سيئاتها، ناس ياما بتعمل أعمال ومش عارفة هي قبلت وما قبلتش. في اللحظة دي بقى علمت نفس ما أحضرت. طيب قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. وقال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. طيب ده الجزء الأولاني، الأحوال يوم القيامة، والجزء الثاني بقى كيفية النجاة، من نجا يوم القيامة كيف ينجو. إنه القرآن، ربنا بيقسم إن القرآن. طب ليه القرآن هو النجاة؟ لأنه نزل على أفضل من أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام، لأفضل رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول وسيلة للنجاة يوم القيامة، اتباع القرآن. بدأ بقسم: فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ربنا بيقسم بثلاث حاجات: بالنجم وقت السحر، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس وقت صلاة الفجر. طب إيه النجم ده؟ إيه علاقة النجم بالخنس الجوار الكنس؟ النجم وقت الغروب بيبدأ يظهر خانس، خانس يعني يظهر حبة ويختفي حبة، زي ما أبو هريرة خنس من النبي في بعض طرق المدينة عشان كان على جنابه، يعني يظهر يختفي يظهر يختفي. وطول الليل بيبدأ النجم يجري، يجري في المدار بتاعه، وآخر الليل بيكنس عند الصبح بقى، أول ما الشمس تبدأ تطلع تبص تلاقيه يكنس يختفي تماما. طب ليه ربنا بيحلف بالنجم؟ لأن ربنا بيحبه. طب بيحبه ليه؟ لأربع أسباب: أولا هداية للناس، ثانيا وبالنجم رجوما للشياطين، ثالثا زينة للسماء، رابعا علامة على قدرة الله. طب ليه ربنا بيحلف بوقت السحر والليل إذا عسعس، يعني قرب ينتهي، عشان ده وقت المغفرة. طب ليه ربنا بيحلف بوقت صلاة الفجر؟ لأنه الوقت الذي يميز المؤمن من المنافق، أشد أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. طيب إنه جواب القسم إيه بقى؟ إنه لقول رسول كريم، إن القرآن دوت اللي هو فيها النجاة قول رسول كريم اللي هو قول جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كان جميل وذو مرة وهيبة فاستوى، هذا هو جواب القسم. طيب ذي قوة عند ذي العرش مكين اللي هو شديد القوى،
عند ذي العرش مكين ممكن عند ربنا، عند ذي العرش ذي قوة خلاص، عند ذي العرش مكين يعني ممكن عند ربنا. ربنا إذا أراد أن يخاطب الملائكة خاطب جبريل وأمره بما يريد، ثم يأمر جبريل الملائكة. يبقى هو عند، يبقى ذي قوة، لأن زي ما ربنا بيقول ذي قوة عند شديد القوة. تاني صفة فيه إنه يبقى رسول كريم ما بيكذبش، تاني حاجة ذي قوة، تالت حاجة عند ذي العرش مكين ممكن عند الله تعالى. طيب مطاع ثم، دي الصفة الرابعة، إنه مطاع ثم يعني هناك، هناك فرق بين ثم وثم، ثم ده عطف، لكن ثم يعني هناك ظرف، يقول لك ومن ثم يعني ومن هناك، ومن هذا المنطلق يعني. مطاع ثم يعني مطاع في السماء، إذا أمر الملائكة أي أمر يجاب، لا يخالف ملك أمره. أمين، صفة لجبريل بالأمانة، أنه أمين على الوحي، يبقى وصف جبريل بخمس صفات. طيب ده عشان كده ده أحسن ملك، بينزل على أحسن رسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بيطعنوا في الرسول يقولوا أنه مجنون لأنه بيقولوا مش شاف ملك، فربنا يدافع عن النبي يقول إيه، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. مش مجنون عشان هو شاف جبريل فعلا بالأفق المبين، ده مش جنين. طب ليه اختار كلمة صاحبكم؟ ده لوم لهم، ازاي تقعدوا تصاحبوه 40 سنة وتسموه الصادق الأمين، وبعد كده تيجوا دلوقت تقولوا والله ده ايه، ده مجنون، ده انتوا طول عمركم بتقولوا للصادق الأمين. طيب قالوا ده أول مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو مجنون عشان بيقول شاف ملك، فربنا رد عليهم وقال مش مجنون لأنه شاف الملك فعلا. طيب إيه التاني؟ إن هو يقوله ساحر. طب إيه الدليل إنه مش ساحر؟ وما هو على الغيب بضنين، إنه ليس ساحر لأنه لا يظن بالغيب، يظن يعني يبخل. لو ساحر عرف دلوقتي إن أنت كسبت 1,000,000 جنيه لا يمكن يقول لك الخبر تاخد ياخد فلوس، لكن ربنا إن لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي هيقوله لك من غير فلوس، فالنبي ليس بخيلا بالغيب، أما الساحر فبخيل بالغيب. وما هو بقول شيطان الرجيم، ولا شيطان يقدر يتكلم عليه، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وقال ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فأين تذهبون؟ ما هو المسلك الذي ستسلكونه بعد هذا البيان والإيضاح على صدق القرآن؟ هتروحوا فين؟ هو ده النجاة، القرآن ده هو ده النجاة، وإحنا جبنا لكم الأدلة اهو. إن هو إلا ذكر للعالمين، دي الوسيلة التانية بقى من وسائل الهداية. إيه الوسيلة التانية؟ اللي هي أن نسأل الله تعالى أن يهدينا ويعلمنا القرآن. إن هو إلا ذكر العالمين، يعني ما هذا القرآن إلا موعظة لكم أيها المكلفون من الإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم، للي عاوز يستقيم منكم. طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومش ممكن تشاءوا إلا أن ربنا يشاء هدايتكم، فلازم تدعوه وتفتقروا إليه لكي يعلمكم. ده النقطة التانية. طيب عندنا المستوى التاني بقى أسئلة خاصة في سورة التكوير، ده هناخده إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاك الله خيرا.